بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم أخوكم يوسف ربيع من ووتر مينيم جام. النهاردة أول توتوريال ليا وهتكلم فيها عن سي بلس بلس إن شاء الله. أول حاجة أنا هستخدم فيجوال ستوديو 2013. اللي ما عندوش فيجوال ستوديو 2013 ممكن تدونه من موقع مايكروسوفت. تقدر تدونه ألتيميت أي حاجة حتى لو معاك تاخد 3 شهور مجانا. طيب نخش في الكلام. أول حاجة هنعمل بروجكت جديد سي بلس بلس كونسول أبليكيشن. empty project. تمام، هو دلوقتي بيكريت البروجكت. تمام، هو كده يعتبر كريت البروجكت. فانا هاد ايتم جديدة عن طريق كنترول شيفت اي. هاد سي بي بي فايل اللي هو سي بلس بلس فايل. أول ما يدو هيجيب لي الصفحة دي. نتكلم شوية عن سي بلس بلس. سي بلس بلس هي لغة طبعا زي باقي اللغات، زي سي شارب، زي بايثون، زي حاجات كتير أوي. ليها طبعا سينتكس معين بيتكتب بيها، فاحنا لازم نعرف السينتكس ده عشان نقدر نتقن اللغة. أول حاجة في كام سطر بيتكتب قبل ما نبدأ أي حاجة، هو هاش انكلود. هاش انكلود، نتكلم عن هاش انكلود الاول. الهاش انكلود هي طريقه زي انت ما بتقول له عايز اضيف حاجه للبرنامج ده. يعني مثلا اضيف موسوعه او اضيف لايبراري زي مكتبه، اقدر مثلا اخد منها اي حاجه انا عايزها زي كتاب مثلا اقرا فيه، زي مثلا اي ستاف من الموجوده في المكتبه دي. فاحنا اول مكتبه هنستعملها هي ايو ستريم. ايو ستريم هي اختصارا للانبوت اوتبوت ستريم. طب دي بتاعت ايه؟ هنعرف بعد كده. تاني حاجه، في حاجه خاصه كده يوزي نيم سبيس ستريم. نيم سبيس دي عامله زي برضه زي حاجه كبيره كده بتبقى موجود فيها كذا حاجه، والسطرين دولت يعني اهم سطرين لازم يكتبوا في اي برنامج، يعني اي برنامج مش هيخلى منهم السطرين دول. ماشي، هنعمل حاجة اسمها ديت كده. انا قلت البرنامج انا هستخدم ال std library. std برضو يعني حاجة زي library كده، والهاش انكلود والاي ستريم اللايبراري الكبيرة بتاعتي. ماشي، في حاجة تانية كده مفروض ان البرنامج او السي بلس بلس عموما علشان تبدأ ما ينفعش تبدأ من ده، وهي حاجة اسمها مين. المين دي هي يعني اول ما البرنامج بيشتغل بيروح على المين دي، بيروح على المين. يعني مثلا طب انا عايز اعرف دلوقتي المين، اعرفها ازاي؟ المين نعرف طريقتها كده. الاول تكتب مين، افتح قوسين، والقوسين اللي انت هتكتب فيه ماشي، وتريتيرن زيرو. طيب ليه ايه الكلام اللي انا عملته ده؟ اول حاجه انا عرفت ان انا هعمل حاجه اسمها انت، وانت دي يعتبر الحاجه اللي هترجعها البتاع الحته اللي انا كتبتها المين دي. انا طبعا مش هخش في تفاصيل كتيره دلوقتي عن المين، بس هي خلينا نعرف ان هي ده كحاجه كبدايه يعني كده. خلينا نعرف ان ده اول كود هنكتبه، ودي اول توتوريال هنكتبه، دي يعتبر الانترودكشن للتوتوريال بتاعي. فاحنا هنا مش هنعمل اي حاجه غير بس ان احنا هنرن هترن من الكنترول F5 عن طريق فيجوال ستوديو. هو الكنترول F5 تمام. ديت طبعا مفيش اي حاجه بيقول لي بريس اني كي تو كونتينيو، عشان انا ما عملتش يعتبر ما كتبتش اي حاجه، ما كتبتش اي كود. ده هو بس يا دوبك كود افتتاحي، يعني كود ما بيعملش اي حاجه غير ان هو
يعرض الشاشة ليه. كده احنا خلصنا أول فيديو لينا، وإن شاء الله نكمل في الفيديوهات التانية عن طريق سينتكس السي بلس بلس. السلام عليكم.